وإلى البصرة، من المؤمل أن تغادر السفينة لاغوس هوب مرسى شط العرب في البصرة هذه الليلة لتجوب العالم بعد أن حظي المعرض العائم للكتاب الذي حملته على متنها إقبالا منقطع النظير من قبل الزائرين لاقتناء الكتب بشتى أنواعها ومصادرها ولغاتها، فضلا عن الفعاليات والأنشطة التي أقيمت على هامش المعرض. حقيقة باخرة لاغوس هوب اللي هي معرض كتاب جوال وعائم بنفس الوقت، عبرت البحار والمحيطات وزارت أكثر من 160 دولة في العالم، عرضت بها تقريبا آلاف الكتب. هذا المعرض هو معرض كتاب ضم أكثر من 3000 عنوان بين قصص أطفال وبحوث وأطاريح وكتب، يعني الغالب اللي التقينا بهم هنا استفادوا منها في دراستهم، خصوصا طلبة كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية. فالفترة اللي قضتها الباخرة هنا في بهذا المرسى يعني ما يقارب يوميا ما يقارب من 3000 إلى 6000 مواطن يزور هذا المعرض. فهم متفاجئين، طاقم الباخرة والشركة المالكة والناس المسؤولين عن الرحلة متفاجئين بالإمكانيات اللي توفرت على مستوى المحافظة، متفاجئين بطيبة أهل البصرة مدى تفاعلهم، متفاجئين بالجمهور اللي على مدى فترة 7 أيام طبعا من كثر الدخول الداخل الباخرة لهذه الفترة، لهذا الجمهور الواسع، المشاركة الواسعة والهدوء والتنظيم العالي. هذه التظاهرة هي في شيء جميل من أجل الاطلاع على الثقافات الأخرى، وبالإضافة إلى أنه الشيء الأساسي هو بهذا المعرض للسفينة، يعني معرض الكتاب العائم، هو طبعا مصادر متنوعة موجودة به، ولقينا وجدنا أنه خاصة أصحاب الشهادات والأكاديميين والعلميين شافوا هذه التظاهرة جميلة جدا، وكثير من عندهم جاء إلى هذا المعرض العائم من أجل اقتناء الكتب اللي هي يعني لا شك أنها مفيدة وكتب حديثة. والله أنا يعني تقريبا شلون تقول حب استطلاع باعتباري يعني آداب لغة إنجليزية، فشفت يعني هواية يعني كتب متنوعة، خاصة يعني كتب ما كانت موجودة عندنا هنا، فحاولنا يعني جهدنا انه نبحث فحصلنا يعني تقريبا الكتب اللي ردناها. I've come with mom and bro. أنا اجيت مع امي واخوي على مود اشوف هذه السفينة الجميلة المملوءة بالقصص، واريد اشوف هذا الكادر الجميل المتميز، واريد اشتري الكثير من القصص. I've seen a great crew and wonderful books. مثل كتب العلوم والرياضيات.